أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم، نبدأ بعناوينها. فصائل المعارضة تبتعد من مواقع مطار الثعلب بريف السويداء، والوحدات الكردية تتقدم في اتجاه تل أبيض. المزيد من الردود المستنكرة لمجزرة بلدة قلب لوزة، وموقف متضامن مع الثورة من المجلس المذهبي الدرزي. الخوجة بحث في عمان اختيار ممثلين من الفصائل الفاعلة لإشراكهم في الائتلاف. ابتعدت فصائل المعارضة من عدد من المواقع التي سيطرت عليها في مطار الثعلب العسكري في ريف السويداء، تجنبا لقصف أسدي مركز بمختلف الأسلحة البرية والجوية، فيما واصل مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي في الرقة شمال سوريا واصلوا تقدمهم في اتجاه مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا. بعد ساعات من اقتحام المعارضة السورية مطار الثعلب العسكري في محافظة السويداء انسحبت منه. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن مقاتلي المعارضة انسحبوا نتيجة القصف الجوي والمدفعي الكثيف الذي استهدفهم من قوات النظام، وبعد وصول تعزيزات ما تسمى قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية إلى المنطقة. وكان الثوار خاضوا أعنف المواجهات بالمدفعية، استطاعوا خلالها التقدم إلى المطار، ثم انسحبوا منه مخلفين وراءهم عددا من القتلى والجرحى في صفوف الشبيحة. وفي الجنوب أيضا تصدى الثوار لمحاولة تسلل عناصر كتائب الأسد على أطراف حي المنشي في درع البلد، وسط قصف عشوائي طاول الأحياء المحررة. المشهد مشابه في حمص، البراميل المتفجرة انهمرت على مدينة الرستن ما أدى إلى وقوع إصابات. وإلى الشمال أمطرت سماء حلب براميل النظام المتفجرة أيضا، فانهالت على رؤوس المدنيين في حي العريان ما تسببت بدمار هائل على الحي، بالإضافة إلى وقوع ضحايا. أما الثوار فردوا باستهداف تجمعات الشبيحة في الريف الشمالي لحلب. وفيما واصل مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية في الرقة تقدمهم في اتجاه مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، أعلن التحالف الدولي أن طائراته نفذت سلسلة غارات استهدفت مواقع ووحدات قتالية وعربات ومباني وأهدافا أخرى لتنظيم داعش في سوريا. في غضون ذلك واصل النازحون الفارون من المعارك العنيفة بين القوات الكردية وإرهابيي داعش في شمال سوريا التدفق على تركيا، التي أعلنت نيتها إغلاق حدودها في وجههم بشكل مؤقت بعدما لمس عددهم خلال أسبوع نحو 14,000. فيما تستمر الردود المستنكرة على مجزرة بلدة قلب لوزة، أعلن ناشطون لتلفزيون المستقبل أن اتفاقا حصل في ريف إدلب أسفر عن تسليم كل المناطق الدرزية إلى المعارضة وإخراج كل المقاتلين الغرباء منها. تقرير سلمان العنداري. توالت ارتدادات الجريمة التي حصلت في بلدة قلب لوزة في جبل السماق غربي محافظة إدلب السورية، والتي أدت إلى مقتل 20 درزيا من قبل عناصر من جبهة النصرة. القيادة المشتركة للجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر أصدرت بيانا دانت فيه محاولة النظام الآثمة لزرع الفتنة بين أطياف المجتمع السوري بهدف إشعال فتيل التوتر الطائفي، خصوصا بعد الهزائم التي يتعرض لها النظام مؤخرا على جبهات الجنوب السوري. وأعلنت القيادة المشتركة استعدادها للقيام بدور فعال لحماية القرى الدرزية في محافظة إدلب كخطوة إضافية على طريق حماية التنوع السوري. بريف إدلب بالقرى الدرزية صحيح صار في اتفاق أو صار في تدخل من أكثر من طرف من الائتلاف السوري ومن فصائل عسكرية موجودة هناك معارضة بالدرجة الأولى أحرار الشام، وكان في اتصالات سياسيين لبنانيين رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، واسفرت انه تم الاتفاق على انه هي المنطقه كل المناطق الدرزيه بريف ادلب تتسلم لمقاتلين سوريين ويتم اخراج جبهه النصره الغرباء الاجانب من هذه المناطق. وفي السويداء طالب شيوخ السويداء في بيان أصدروه في أعقاب الأحداث التي تشهدها المنطقة باعتقال رئيس فرع الأمن العسكري فيها وفيق ناصر ومحاسبته على مخططات الفتنة التي يقوم بها ويعمل على تأجيجها، وفقا للبيان الذي حمل مسؤولية ما يجري من عمليات إرهابية وإطلاق قذائف هاون على السويداء للجنة الأمنية التابعة لشبيحة الأسد في المحافظة. نظام فشل بأنه يقنع
يقنع دروز بمواجهة الجبهة الجنوبية، فصائل الجبهة الجنوبية في معركة مطار التعلي العسكري. فانتقل لمسألة القصف بالهون بمحاولة لاتهام الفصائل الجبهة أنه هي اللي عم تقصف على الأحياء المدنية في السويداء. هذا وتستمر الاتصالات والمساعي لتحييد الدروز عن أي صراعات دموية قد تنشب مستقبلا. ذكرت مصادر أمنية أن 3 مقاتلين على الأقل من حزب الله لقوا حتفهم خلال الساعات الماضية في الاشتباكات بسوريا، وهم عباس عاطف قميحة من بلدة كفرصير قضاء نبطي، ومحمد علي جابر وعلي محمد متيرك، وجميعهم من جنوب لبنان. اختتم رئيس الائتلاف الوطني خالد الخوجة زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأردنية عمان، استمرت 3 أيام، عقد خلالها اجتماعات مكثفة مع قيادات الجبهة الجنوبية في سوريا. وبحثت خلال الاجتماعات مسألة اختيار ممثلين من الفصائل الفاعلة لإشراكهم في الائتلاف، عوضا عن مطالبة الخوجة بفرض سيطرة الحكومة المؤقتة على المناطق الجنوبية المحررة من خلال اعتماد تشكيلات مدنية. هذا وذكرت مصادر أن الطابع غير المعلن الذي فرض على الزيارة جاء بناء على رغبة أردنية. تابعونا في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. قائد عمليات نينوى يعلن انطلاق عملية تحرير الموصل من الدواعش. أعلن قائد عمليات نينوى في العراق لواء نجم الجبور انطلاق عملية تحرير الموصل من سيطرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وسط قصف حربي تنفذه طائرات التحالف الدولي على مواقع للتنظيم. انطلاق عملية استعادة محافظة نينوى في العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي أصبحت في مرحلتها الأولى التي تهدف لاستنزاف التنظيم من خلال الضربات الجوية التي تنفذها القوات الجوية العراقية وطيران التحالف، مكبدة إياه خسائر فادحة بحسب ما أعلن قائد عمليات نينوى. في هذه الأثناء تخوض القوات العراقية والكردية معارك على جبهات عدة مع تنظيم الدولة، حيث تقدمت القوات الكردية على حساب التنظيم في مناطق غرب كركوك وجنوبها بدعم من طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي إطار مساعدة العراق على التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، سمح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال 450 جندي أمريكي إضافي إلى العراق والتعجيل بإرسال الأسلحة للجيش والبشمركة والعشائر التي تشارك في محاربة التنظيم. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها تبحث إقامة قواعد عسكرية جديدة في العراق لتقريب مستشاريها العسكريين من خطوط الجبهة مع تنظيم داعش، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الذي أكد على أن أي قرار بهذا الخصوص لم يصدر بعد. جولة على أبرز ما تداولته الصحف العربية في شأن السوري نتابعها في هذا التقرير. يرى نديم قطيش في صحيفة الشرق الأوسط أن إيران أقنعت الأسد بمنطق لعبة رسم الخطوط، وأن أولويته يجب أن تكون حماية سوريا الساحلية وامتدادها اللبناني، غير أن هذا الحل المؤقت في سوريا هو تمهيد لمشكلة إيرانية عميقة على المدين المتوسط والبعيد. ويضيف الكاتب أن لعبة رسم الخطوط التي قد تنتهي بالتقسيم أو بتثبيت خطوط تماس واضحة بين كيانات سورية غير معلنة والدور الإيراني المباشر فيها سيفعلان الأمزجة الانفصالية الناهضة في إيران. وبحسب قطيش، المزاج الإيراني الذي يتراوح بين الخصوصية الحادة والمزاج الانفصالي سيضيق الخيارات الإيرانية الواقعية في سوريا التي تتراوح بين إدارة حرب أهلية طويلة وبين خيار التقسيم. وفي الحالة الأولى ستكون إيران أمام استنزاف خطير ومتنام لمواردها ولأموال الشعب الإيراني. وفي الحالة الثانية، كان تقسيما نهائيا أم فيدرالية حادة، ستكون إيران غارقة في خيار سوري لن تستطيع مقاومته في إيران نفسها، بحيث سيكون التقسيم في سوريا مقدمة لتفعيل خيارات التقسيم في إيران. ترى لينا الخطيب في صحيفة الحياة أن حزب الله لا يستطيع الانسحاب من سوريا إلى أن يتم التوصل إلى حل للصراع يكون مقبولا بالنسبة إلى إيران.
ولكن في الوقت نفسه تضيف الكاتبة وفيما يلوح الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني في الأفق، فبالنسبة إلى حزب الله هذا يعني فرض قيود جديدة على قدرته على العمل في الداخل وكذلك في الخارج. وهكذا فإن مستقبل الحزب بعد انتهاء الصراع السوري ينطوي على آفاق أكثر تواضعا، فللمرة الأولى في تاريخه سيضطر لأن يأخذ في الاعتبار تأثير سلوكه في موقف إيران الدولي، لأنه إذا كان سلاح حزب الله خطا أحمر بالنسبة إلى إيران فإن عافية إيران هي الأخرى خط أحمر بالنسبة إلى حزب الله. بعد الفاصل في النشرة، شاب مقعد يبدع بالبرمجة عبر لسانه وشفتيه. من سريره الدائم يشغل الشاب المقعد خلدون جهاز الكمبيوتر بلسانه وشفتيه، رافعا شعاره لا يأس مع الحياة فالأمل معقود دائما بالله، ومحصلة إصراره ابتكارات في البرمجة رشحته للعمل مع شركات عالمية. هو ذا خلدون، شاب سوري سجنه الشلل في فراشه، لكنه انطلق في عالم البرمجة بشفتيه فقط، بابتسامة تحمل الكثير من معاني الأمل والصبر والإصرار. يستقبل خلدون سنجاب زائريه ليبهرهم بحركات شفتيه ولسانه حين يحرك بهما فأرة الحاسب الألي، مترجما بشكل عملي الشعار الذي يردده دائما: لا يأس أبدا في هذه الحياة فالأمل معقود دوما بالله. الشاب المعجزة كما يلقبه زواره تعرض لحادث أدى إلى إصابته بشلل كامل عدا عضلات الوجه وشلل الحجاب الحاجز، جعله يستخدم جهاز تنفس اصطناعي دائما، لكن الظروف لم تمنعه من أن يصير ربا لأسرة، فتزوج من يسرى التي تقف دوما بجواره. ليش تزوجت خلدون؟ حبيته بكل بساطة. أنا كنت عم أدرس وهو درسني، يعني كنت مقصرة بمادة وعرض علي إنه يدرسني بهي المادة، صرت رحنا عندهم وهو درسني، تعرفنا على بعض وصار النصيب. شاشة الكمبيوتر قربه وأمام شفتيه فأرة صممت خصيصا لحالته، حيث يغوص نحو 20 ساعة يوميا في العالم الافتراضي عبر الإنترنت والبرمجة مستخدما لسانه وشفتيه فقط. وأنجز تطبيقات كثيرة أبرزها المكتبة البرمجية التي تستخدم لتصنيع تطبيقات ورسومات ثلاثية الأبعاد وتطبيق لتعليم الصلاة ومكتبة برمجية لحساب مواقيت الصلاة وبرامج خاصة لمؤثرات الفيديو وألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، إضافة للوحة مفاتيح فعلية للكتابة باستخدام فأرة الحاسوب. خلدون الذي لا تفارق البسمة وجهه يحلم بالكثير من المشاريع التي يرغب بتنفيذها وفق جدول زمني محدد، مشيرا إلى أنه ينقصه القليل من الوقت بعيدا من العمل الرسمي، وإلى حينها هو متفائل وشعاره: صحيح أن الله أخذ مني أمرا ولكنه أعطاني الكثير سواه، وحالي حاليا يستحق مني أن أكون مبتسما دوما. بثت فرقة عمود حوران العاملة في درع شريطا عن تبادل أسرى بين الثوار والميليشيات الإيرانية، وشملت صفقة التبادل تسليم جثث 65 عنصرا من قتلى الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية والباكستانية الذين سقطوا أثناء معارك بصرة الحرير واللجا، في مقابل إطلاق 24 أسيرا هم 13 رجلا و11 امرأة كانوا محتجزين لدى قوات النظام. ويظهر في الشريط الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي استقبال أهالي المدينة لذويهم المفرج عنهم، وأغلبهم من أهالي مدينة بصرة الحرير النازحين إلى مدينة إزرع في ريف درعا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل مواطن أمريكي يدعى كيث برومفيلد في سوريا. كانت شبكة NBC News ذكرت أن برومفيلد قاتل في سوريا في صفوف القوات الكردية ضد تنظيم داعش ولقي حتفه قرب مدينة عين عرب كوباني. وبحسب الشبكة يفترض أن عددا كبيرا من الأمريكيين توجهوا إلى سوريا للقتال ضد التنظيم المتشدد في صفوف التشكيلات المسلحة الكردية من دون أن تحدد عددهم. ذكرت قوات خفر السواحل الإيطالية أنها أنقذت نحو 500 مهاجر غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط في اليومين الأخيرين. وظهر في شريط مصور وجود أطفال بين المهاجرين نقلوا إلى أحد المرافق لوضعهم في مراكز إيواء خاصة،
وتواجه إيطاليا يوميا مشكلة المهاجرين، حيث استقبلت عشرات الآلاف منهم وهم يصلون على متن قوارب صيد مكتظة وقوارب مطاطية. نصل إلى نهاية النشرة ونذكر بالعناوين. فصائل المعارضة تبتعد من مواقع مطار الثعلب بريف السويداء، والوحدات الكردية تتقدم في اتجاه طل أبيض. المزيد من الردود المستنكرة على مجزرة بلدة قلب لوزة، وموقف متضامن مع الثورة من المجلس المذهبي الدرزي. الخوجة بحث في عمان اختيار ممثلين عن الفصائل الفاعلة لإشراكهم في الائتلاف. نشكر متابعتكم. We'll be right back.